ودي حتة دقيقة جدا، دقيقة للغاية، التمييز بين التفتيش الإداري والتفتيش القضائي. واحد جاي من سفر في الخارج، مأمور الجمرك بيفتشه، بيفتش الأمتعة، وجد سلاح أو مخدرات. بتيجي ساعات مأمور الجمرك جاي له إخبارية، أنا هديك الفروض اللي بتيجي، إخبارية إن فلان جاي معاه هيروين مثلا. الضابط ساعات يفتشه، أو ساعات يقول لمدير عام الجمارك أو مأمور الجمرك. هنا لو الضابط فتشه التفتيش باطل، لأنه لا يجوز للضابط أن يفتش إلا بناء على إذن من النيابة العامة. فإذا لو جات له معلومات يبقى تفتيش قضائي باطل. افرض الضابط أمر مأمور الجمارك بأن يفتشه، لو سجل ذلك مأمور الجمارك في محضره إنه فلان الفلاني قال لي جات لنا تحريات بكذا فتش الأمتعة، يبقى التفتيش باطل، لأنه يكون قد امتثل لأمر مأمور الضبط القضائي. إمتى يكون تفتيش الجمارك صحيحا؟ عندما يشتبه بنفسه في أمر الرجل، وكانت المسألة محل تردد إلى أن قضي في الخمسينات بدائرة، على كان رئيس الدائرة المرحوم المستشار وجدي عبد الصمد، وأرسى المبدأ أنه يجوز له أن يفتش من تلقاء نفسه للشبهة، وهذا التفتيش سمي تفتيشا إداريا لأنه ليس هو التفتيش القضائي الذي يتم بناء على إذن النيابة العامة، وإنما طب وأنت بتبيحه ليه وما فيهوش نص في الدستور ولا في القانون؟ فقال لك إن ده سبب الأساس القانوني، ومأمور الجمرك من ناحية الجمارك مفروض إنه يشوف السلعة التي يفرض عليها رسوم جمركية والسلع الممنوع دخولها، شغلته كده، وهو يزاول العمل إذا اشتبه في إن شخص معين معاه سلعة ممنوعة دخولها، فهو إذ يضبطها ينفذ قانون الجمارك، وإذ يجد بالصدفة معه مخدرات وهي بضاعة ممنوعة سلعة ممنوعة، يبقى أثناء ممارسة عمله الجمركي. ولا يشترط أن يكون رجل الجمارك من رجال الضبط القضائي، رغم أن كافة مأمور الجمارك من يتمتعون بصفة الضبط القضائي، إنما افرض رجل من رجال الجمارك ما عندوش صفة ضبط قضائي، ما هوش مأمور جمرك، وهو الذي قام بالتفتيش في سبيل أداء عمله الجمركي، التفتيش الإداري، بحثا عن السلعة التي يفرض عليها رسم جمركي، فوجد معه سلع ممنوعة أو مهربة، هذا تفتيش صحيح، بشرط إن هو بنفسه يتولد عنه حالة الاشتباه. تعرف لو كتب في المحضر، وده أحكام نقض، أنا بقولش الكلام ده من عندي، لأنه إن أنا فلان الضابط قال لي هذا الكلام وأمرني أفتش، يبقى التفتيش باطل. كونه المحكمة النقض يتولد لديه حالة الاشتباه ويفتش بنفسه، ما يكلفش حد تاني، هذا الند يكون بين مأمور الضبط القضائي بينهم من بعض، إنما رجل الجمارك الذي يتولد لديه حالة الاشتباه عليه بنفسه أن يجد ما هو محل
للضبط سلعة ممنوعة، سلعة مهربة، لتقدير الجمرك عليها يجب يجدها، إلى غير ذلك من الأمور. وبالتالي كم من قضايا، دي قضايا منتشرة في التطبيق العملي يكون فيها التفتيش باطلا. تولد حالة الاشتباه، الارتباك لوحده مش حالة اشتباه، لكن يجب تجد كلمة اشتباه، اشتباهنا فيه. لما يجي شخص خارج رايح يركب الطيارة ومعاه قنبلة أو معاه سلاح، بيتفتش تفتيش إداري، لأن ده تفتيش أمني. هنا هذا التفتيش صحيح حتى من غير إذن من النيابة، لأنه ليه ما هوش تفتيش قضائي؟ لأننا لا نبحث فيه عن أدلة جريمة، وإنما إحنا بنعمل وسائل أمنية للتحقق أن الطائرة أو وسيلة النقل ليس فيها ما يعارضها الخطر. وبالتالي كل أنواع التفتيش التي تلقى والتي يقام بها يتم ليس لضبط أدلة جريمة تعتبر صحيحة إداريا، لأن المقصود بها أسباب أمنية أو أسباب جمركية. إنما الضابط قالوا إخبارية فلان معاه كذا، أي تفتيش من غير إذن نيابة يبقى باطل، لأنه تفتيش قضائي في هذه الحالة ولو اللي نفذه مأمور جمرك. هذه النقاط دقيقة جدا، ومحكمة النقض لها أحكام في هذا الشأن، ويجب العناية بها، أن تتأكد أن مأمور الجمرك بنفسه هو الذي فتش، هو الذي تولد لدي حالة الاشتباه، رغم أن مساعدي مأمور الضبط القضائي لهم يفتشوا تحت إشرافه في التفتيش الإداري. لا، هو نفسه من تولد لدي حالة الاشتباه هو اللي يفتش. ني من ناحية التفتيش الإداري، والتفتيش الإداري ليس قاصرا فقط على التفتيش الجمركي، تفتيش في لو داخل السجن ده تفتيش إداري، داخل السجن بيفتشوه عشان يشوفوا معاه سلاح ولا لا، لا تفتيش إداري. أيضا بيبقى العساكر أو أي حد يقدر يلاقي معاه حاجة، ده تفتيش إداري.